الأخبار من ATV العدالة وفيها: سمو أمير البلاد يرعى ويحضر الاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفات الزور. اللجنة العسكرية العليا تبحث تفعيل آلية العمل ورفع الجاهزية للقطاعات العسكرية. طلاب الثاني عشر دشنوا اختبارات نهاية العام الدراسي. وجمعية الاجتماعيين تفتتح ديوان المرأة الاجتماعية وتكرم كوكبة نسائية تحت شعار الوفاء رمز الحياة. وتتابعون أيضاً: الداخلية يحقق لقب بطولة الاتحادات العسكرية الرابعة للرماية. ومن العناوين إلى التفاصيل: تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أقيمت اليوم الاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفات الزور، وذلك بمجمع الزور النفطي. ووصل موكب سمو الأمير إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد العتيقي والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بالوكالة المهندسة وضحى أحمد الخطيب. هذا وقد تفضل سمو الأمير بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، وشهد الحفل سمو الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. تعد مصفات الزور أحد أهم مشاريع خطة التنمية بدولة الكويت، وهي من الركائز الرئيسية لخطة مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية الهادفة إلى إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة تتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، إلى جانب دور المصفاة في إمداد محطات توليد الكهرباء المحلية باحتياجاتها من الوقود النظيف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة. وها نحن اليوم نحتفل بالتشغيل الكامل لمصفات الزور التي تعد واحدة من أكبر مشاريع التكرير على مستوى العالم، حيث تبلغ طاقتها التكريرية 615,000 برميل في اليوم، ويدشن المشروعان عهداً جديداً في مسيرة القطاع النفط الكويتي وانطلاقة قوية لصناعة تكرير النفط الكويتي تواكب بها المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، وتمكن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من التوسع في تصدير وتسويق منتجاتها النفطية والتعامل مع أسواق عالمية جديدة. وتفضل حضرة سمو أمير البلاد بإدارة العجلة إذاناً بالتشغيل الرسمي لمصفات الزور، وقد تم إهداء سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة. ثم قام سموه بجولة تفقدية لمصفات الزور، حيث اطلع على ما تحتويه من منشآت حيوية، كما استمع سموه إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل في المشروع. وقد غادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير. بحثت اللجنة العسكرية العليا سبل تعزيز التعاون وتفعيل آلية العمل المشترك في مجالات العمليات والتدريب وتبادل الخبرات وتطويرها، والتي ستسهم في رفع المستوى التدريبي والجاهزية القتالية للقطاعات العسكرية كافة. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق الركن طيار بندر المزين، ووكيل وزارة الداخلية الفريق سالم النواف، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد العجمي،
وحضر الاجتماع عدد من كبار القادة الضباط من الجهات العسكرية الأربع. استقبلت قاعة الاختبارات صباح اليوم طلبة الصف الثاني عشر بقسمي العلمي والأدبي ليدشنوا اختبارات نهاية العام الدراسي وسط أجواء يحدوها التفاؤل نحو النجاح والعبور إلى مرحلة جديدة من العلم لبناء مستقبل بلدهم الكويت. وتسابق الطلبة والطالبات نحو مقاعد الاختبار متوكلين على الله بعد فترة قضوها على مقاعد الدراسة ليتوجوا جهدهم طيلة السنوات الماضية بالإنجاز نحو العلا وإهداء النجاح والتفوق لذويهم. ويبلغ عدد الطلبة والطالبات في القسم العلمي 27,283 في حين يبلغ عدد طلبة وطالبات القسم الأدبي 14,817. طبعا موجودين احنا صباح اليوم في ثانوية الروضة بنات في تابع لمنطقة العاصمة التعليمية، وفي بداية أول أيام الاختبارات الثانوية العامة للصف الثاني عشر. طبعا اليوم اختبار 12 علمي هو في الرياضيات، واختبار 12 أدبي في اللغة الفرنسية، وكذلك اختبارات المعهد الديني اليوم اختبار الاجتماعيات. راح تكون لنا جولة في المدرسة في متابعة اللي هي اللجان، وما شاء الله احنا اهتمام وزارة التربية في عقد لقاءات مع مدراء المناطق التعليمية، وبالتالي عقد لقاءات مع مدراء المدارس والمراقبات في توفير بيئة جيدة، بيئة صحية، بيئة مريحة للاختبارات، وهذا ما لاحظناه ونلاحظه في جميع مدارسنا في دولة الكويت أثناء فترة الاختبارات. طبعاً نتمنى لطلبتنا وأولياء أمورهم بالتوفيق والسداد في هذه الاختبارات، والله يوفقكم. شكراً لكم. بدأت اليوم اختبارات الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بقسميها العلمي والأدبي. تم تجهيز لجان الاختبارات بجميع ما يلزم لتوفير بيئة آمنة ومريحة لأبنائنا الطلبة لتقديم اختباراتهم بكل سهولة ويسر، وأرجو التوفيق والنجاح والحصول على أعلى درجات لأبنائنا الطلبة. شددت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية دكتورة نورة المشعان على ضرورة زيادة كفاءة الحملات التفتيشية على الجواخير والجزر لضبط المخالفات وإنفاذ القوانين بصرامة وتطبيقها بحزم للحفاظ على المعايير البيئية والعمرانية. وأكدت الوزيرة المشعان أهمية اتباع نهج مركزي في خدمة المواطنين بما يضمن تسهيل التعاملات وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية مع مراعاة الاستجابة لاحتياجاتهم وحل مشكلاتهم بكفاءة وفعالية، وضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحسين سبل التواصل معهم. كرم المؤتمر الوطني من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي في دورته 23 أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه ونخبة من رموز الكويت في شتى المجالات، داعيا إلى الاقتداء بما قدموه رحمهم الله من تضحيات وجهد من أجل رفع شأن وطنهم الكويت. وقال رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر يوسف الياسين في كلمة خلال الحفل إن من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي مبادرة وطنية من أهل الكويت لأهل الكويت ترسخ الحرص على نسيجنا المجتمعي الكويتي وتزيده ترابطا وتماسكا وتعزز عقيدتنا الراسخة في نفوسنا عبر الزمان والعصور بوحدتنا المجتمعية. إنها ليست كالكلمات التي نسمعها ونلقيها، إنها نباريس وسرج تلقيتها أخيراً ورسمت بدواخلي وزالت انطباعات الصدق والإعجاب والاقتداء، حيث يقول والدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى شيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رضى الله ورعاه: شعب الكويت الوفي، أنتم لا غيركم بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز. فالوحدة الوطنية سياج يحمي الكويت والكويتيين، وحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات. وعندما أصدح برسالة المؤتمر الوطني التي تتنادى من دواخلنا مفصحة الوطنية أصالة الآباء امتداد للأبناء، إن مؤتمركم الوطني في نسخته 23
يعلن قدر أهدافه الوطنية والقيمية التي تنادى بها منذ انطلاقته عندما أعلن أنه يعزز قيم الولاء والوفاء للكويت. ضيوفنا الكرام، أن أسهل كلمتي بالتأكيد على وحدتنا الوطنية أمر طبيعي استمر لمدة 20 عقدين، وها نحن اليوم نحتفل بكوكبة جديدة من قامات وطنية خالدة أسهمت في بناء الوطن وعملت بكل إخلاص وولاء لإعلاء مكانته بين الأمم. في كل مضمار نحتفل، في كل مضمار نحتفل بمؤتمر من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي. بمناسبة يوم المرأة الكويتية، نظم جمعية الاجتماعيين الكويتية احتفالية لافتتاح ديوان المرأة الاجتماعي وتكريم الكواكب النسائية واللاتي لهن دور كبير بالارتقاء بالمرأة الكويتية ووصولها لأعلى المناصب ودخولها المعترك السياسي والاجتماعي تحت شعار الوفاء رمز الحياة. المزيد في تغطية كاميرا الأخبار. احنا اليوم عندنا افتتاح لديواننا الاجتماعي تبع المرأة بمناسبة يوم المرأة الكويتي. طبعا في عندنا شخصيتين احنا كرمناهم، شخصيتين لهم باع طويل في العمل التطوعي بالكويت وفي جمعيات نفع عام، السادة دلال بشر رومي والسادة لول والملة، وكل واحدة فيهم رأست جمعيات احدى جمعيات نفع العام وكان لها يعني دور كبير وباع طويل في عمل أنشطة داخل جمعيتها، لذلك هذا حقهم علينا احنا نكرمهم، وان شاء الله يعني احنا وفيناهم حقهم. اليوم احتفلنا في رائدات المجتمع الكويتي، الأخت دلال البشر والأخت لول والملة، هذول يعني شخصيتين من شخصيات المجتمع اللي عطوا وضحوا لأجل نهضة وتطور الكويت. كل الشكر لهم وعلى حضورهم. هذه لفتة يعني بسيطة من رابطة الاجتماعيين الكويتية، أن نسلط الضوء على عطاءاتهم وإنجازاتهم، وهم مثلوا يعني المرأة الكويتية أحسن تمثيل. فقلنا المرأة هي نص المجتمع، وهي التي تعد الأجيال أجيال سليمة، ومن ثم ينعكس بدورهم على تطور ونهوض المجتمع. ما ينطق الطفل، عندنا استشاريات في الحضانة يستشيرون، يقول لا في أمل يتكلم، لأن اكتشفنا أنه ما يسمع. طبعا شكرا لرابطة الاجتماعيين على هذا التكريم، وأنا ما أعتقد أن أي إنسان يخدم ديرته يحتاج تكريم، لأن هذا واجب علينا أن احنا نقدم لبلدنا ومجتمعنا والمرأة والأسرة والطفل كل الخدمات، كل في مجاله، والله يقدرنا أن نعطي هذه البلد العزيزة على قلوبنا مثل ما عطتنا. فيعني هذا بس ما قصروا. دور المرأة ما قبل النفط وما بعد النفط، كانت تعطي وتربي وتعد أجيال، فدون كلل ولا ملل. فالشكر والتقدير لكل كويتية أعطت وضحت لأجل هذا الوطن. شكرا لكم. أكدت وزارة الخارجية موقف دولة الكويت الثابت في إدانة المجازر التي ما زالت ترتكبها قوى الاحتلال الإسرائيلي ضد المخيمات الفلسطينية، ومنها مخيم السلام الكويتي في مدينة رفح بقطاع غزة. وذكرت الخارجية في بيان أن دولة الكويت تطالب مجدداً المجتمع الدولي بالضغط وبشدة لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يطال الأبرياء من الفلسطينيين ومقدراتهم على مرأى ومسمع دول وشعوب العالم، والسعي لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم البشعة.
وشددت على أن الاستهداف المتعمد والصارخ لخيام النازحين وقتل الأبرياء يدل بلا أدنى شك على أن هذا الكيان لا يكاد يفقه لغة السلام متجردا من كل قيم الإنسانية. وجددت الخارجية تأكيدها على أهمية قيام مجلس الأمن بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية ذات الصلة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل ذات الصلة. صرح مدير منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم عبد الرحمن الموسى أن وفد الأزرق غادر اليوم إلى تايلاند لإقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع على أن تنطلق التدريبات غدا الخميس على استاد STB في العاصمة بانكوك. ويستعد الأزرق لمواجهة منتخب الهند يوم 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 5 من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وأشار مدير المنتخب إلى أن الأزرق سيخوض التدريبات على فترتين صباحية ومسائية معربا عن أمنياته بأن يصل المنتخب إلى هدفه المنشود ويحرز نتيجة إيجابية تزيد من فرصه في التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات. حقق فريق وزارة الداخلية لقب بطولة الاتحادات العسكرية 4 للرماية التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي خلال الفترة من 27 وحتى 29 من شهر مايو الجاري على ميادين اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة منتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني. وتمكن فريق وزارة الداخلية من تحقيق 9 ميداليات متنوعة المعدن، منها 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، فيما تمكن فريق وزارة الدفاع من تحقيق المركز الثاني ب5 ميداليات منها ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزيتين، فيما احتل فريق الحرس الوطني المركز الثالث بتحقيقه 4 ميداليات متنوعة. وفي الحفل الختامي للبطولة قام رئيس اتحاد الشرطة الرياضية اللواء وليد الشهاب وممثلي الاتحادات العسكرية الرياضية بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى بالبطولة. بالفعل احنا نهتم اكثر شيء في الانشطة الرياضية التي تتعلق برجل الامن مثل الرماية، وهي هي اللي تساعد دائما الى مواجهة التحديات في عمله وايضا تبادل خبراته بين اخوانه، هذه اللي تفيده. اليوم عندنا في هذه البطولة 3 منافسات، كانت البندقية والرماية الثابتة وايضا الرماية المتحركة اللي طبعا بدأنا ندخلها جديد على المنافسات، اكثر صار لها الحين هذه السنة الثالثة، وهي اكثر رماية يحتاجها رجل الامن او المواجهات في ابنائنا مع ابنائنا العسكريين لمواجهة التحديات، هي الرماية المتحركة اللي يحتاجها في الميدان، وايضا الرماية الثابتة ورماية البندقية. اليوم في هذه البطولة شهدت البطولة منافسات قوية، وهذا اتضح من خلال النتائج والدرجات ومتابعتها، يعني تقريبا الدرجات تكون موحدة ولكن يفرق في الأهداف بالذات، يعني إن كثرت العشرات، يمكن أخواننا في الرماية يدرون كثرت العشرات ولكن تلاقي النتيجة واحدة. بالنسبة حق الاكتساح يمكن لأن يمكن الفريق هذا يمكن داش بطولات في السابق وما زال قاعد يستمر فيها، والبطولة هذه بالنسبة حق الوحدات العسكرية الثانية شوية يكون مثلا يعني بدأوا فيها متأخر، أما هم بالعكس بنشاط أكثر، الدفاع قدم مستوى أفضل، الحرس الوطني قام يقدم مستوى أفضل، فهي البطولة مو مقتصرة على الرمايات، هي اتحادات الشرطة العسكرية هي فيها جميع اللعبات أو البطولات سواء كانت عسكرية أو رياضية. طبعا بجميع الوحدات سواء كان وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو هيئة الشرطة الحرس الوطني تقام بطولات داخلية ما بين الوحدات، سواء مثلا بالنسبة حق وزارة الداخلية ما بين القطاعات، من خلالها تأخذ أنت المستوى اللي يكون التارجت ماله الهدف ماله أعلى أو مستوياته بالنسبة حق الأوائل، وتستمر أنت معاهم بتدريبات لما تشارك فيها بقطاع الوزارات أو الاتحادات الشرطة العسكرية. عميد حمد خورشيد من وزارة الداخلية. هذه البطولات يعني تحقق المنافسة وتحقق التدريب وترفع من حتى الكفاءة ومهارة
نفس منتسبي الوزارات هذه. طيب كانت صعوبات فيها البطوله سيناريوهات في الرمايه او شيء ولا؟ طبعا في كل بطوله لها سيناريو، كل بطوله لها وضعها، خصوصا لما تكون البطوله بميدانك ولا مو ميدانك، هذا كله يفرق لك يعني، ويفرق على 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 حتى مستوى التدريب يعني. توقعت المركز الاول وكاس تفوق العام؟ احنا متوقعين ان شاء الله المركز الاول في المسدس وكذلك حتى الرمايه العمليه، وانا متوقع طبعا يعني مركز بالمنصه، والحمد لله حققت المركز هذا. والحاصل على المركز الاول في البطوله الرمايه العمليه فردي وكيل اول ضابط علي عبد الله علي من وزاره الداخليه. الله يعطيكم العافية. طبعا أول شيء بدينا احنا المشوار الفوز هذا بالتدريب، طبعا اتحاد الشرطة كان له دور كبير في عملية التدريب، سبق عملية الفوز طبعا يعني تدريب لمدة شهر، من خلالها قدرنا يعني نتدرب فترة الصباحية والمسائية، والحمد لله يعني بتوفيق من رب العالمين قدرنا نحصل المركز الأول. شو كانت الأهداف والسيناريو؟ طبعا يتم تحديد السيناريو يعني مسبقا، ويتدربون على القطاعات المشاركه من خلال رسم كروكي، ومن بعدها ندش على البطوله وتتم الرمايه. والله يعني ما شاء الله ويانا هم ابطال ويانا، يعني ما تقول ناس زينين عندهم مهاره، وقدرنا ناخذ المركز الاول الحمد لله. وبتسعه ميداليات ذهبيه حصل فريق وزاره الداخليه على كأس التفوق العام في بطولة الاتحادات العسكرية الرابعة للرماية.